أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من ظاهر من زوجته أو جامع في نهار رمضان فوجب عليه صيام شهرين متتابعين، وهو يستطيع الصيام ولكنه لا يستطيع أن يصبر شهرين متتابعين عن الجماع، فهل ينتقل إلى الإطعام؟ لا، صوم شهرين متتابعين، ما دام يستطيع الصيام فإنه يصوم شهرين متتابعين كما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظاهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع، هي إذا بلغ به الحد الذي سبق وأنه يخشى عليه، يعني بعض الناس يصاب بالشبق لو لم يجامع يحصل عليه مرض وضرر، في هذه الحالة هذا عذر يعدل إلى الإطعام. نعم.